بسم الله وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله، وجئنا إلى فقرة الفتاوى. أسأل الله جل وعلا ألا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا، اللهم أمين. ورد إلينا سؤال من مشاهدة كريمة تقول فيه: لدي عدد من المصاحف القديمة الممزق بعض أوراقها على سبيل الخطأ من الأطفال، فكيف يمكنني التخلص منها؟ وهل يجوز أن أقوم بحرقها في مكان طاهر؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن القرآن الكريم كتاب الله المنزل على سيدنا رسول الله المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر صورة منه. قال الله عن هذا الكتاب: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. المرأة الحائض والنفساء نقول لها لما تيجي تلمس المصحف تلمس المصحف بحائل كجوانتي أو شيء. سبحان الله العظيم، هذا القرآن العظيم كتاب مقدس، كتابنا المقدس، كتاب يعني قديم بقدم الله جل وعلا. عندي مجموعة من المصاحف في البيت ممزقة، وبعض الأطفال قاموا بتقطيع بعض الأوراق، أعمل فيها إيه؟ أول حاجة نجمع هذه المصاحف الممزقة، إن كنا نقدر نجلدها وتبقى المصحف مكتمل ما فيش مانع، يكون هذا أفضل. إن لم نستطع نضع هذه المصاحف في البحر، لأن الكتابة ستمحى من هذه المصاحف ويبقى ورق عادي. ويجوز أيضا أن تحرق هذه الأوراق، ممكن أن احنا نجمعها ونحرقها. كنا بنعمل كده زمان في الكتاب، لما كان بعض المصاحف تقطع بعض الأوراق من الطلاب في الكتاب فنقوم نجمعها ونحرقها، ولا شيء في هذا إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر ورد إلينا من مشاهد كريم يقول فيه: كنت أتكفل بمبلغ شهري لأسرة فقيرة، ولكن اكتشفت أن بينها ابن يمارس السرقة وتم ضبطه في أكثر من واقعة، هل أستمر في الإنفاق على هذه الأسرة أم لا؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد. أن المساعدات المالية تكون للمستحقين. الإنسان لو محتاج نعطيه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية أصناف تعطى إليها الزكوات والصدقات. طيب، هب أن أسرة فيها ولد سارق وتم ضبط هذا الولد، هل نمنع العطاء عن الأسرة لأجل الولد السارق؟ لا، لأن الله جل وعلا يقول في القرآن الكريم: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لا تحمل نفس وزر نفس أخرى. الولد سرق والولد اقترف ذنب ويحاسب ويعاقب عليه من القانون ومن الله جل وعلا. طيب الأسرة تحتاج المساعدة، لا تقطع المساعدة وساعدهم، لأنك بهذا تؤجر من الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الهداية لهذا الولد، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر ورد من مشاهدة كريمة تقول: ما حكم الجمع بين نية العقيقة والأضحية، أو بين نية الشكر على النعمة التي تحصل للإنسان وبين الأضحية؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن الأفضل أن نفرد العقيقة وحدها والأضحية وحدها. لو أنت معاك فلوس، لو أنت ميسور الحال، العقيقة حاجة والأضحية حاجة. الأضحية بتكون في يوم عيد الأضحى أو في أيام التشريق، فصل لربك وانحر. العقيقة تكون بعد ولادة الغلام بسبعة أيام، الولد له شاتين والبنت لها شاه واحدة، الولد يذبح عنه خروفين والبنت خروف أو شاه واحدة. طب ما استطعتش تذبح خروفين عن الولد، يجزئ واحد فقط. طيب العقيقة النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها: الغلام مرتهن بعقيقته تؤدى عنه يوم السابع ويسمى، نسميه. طيب أنا
مش مستطيع ان انا اعمل عقيقة واعمل اضحية، او انا جبت سيارة جديدة وعايز اذبح حاجة شكري لله شكري للمنعم جل وعلا، هل يجوز ان لم اكن ميسور الحال ان اجمع بين نية العقيقة والاضحية؟ نعم يجوز، لان هما الاثنين من قبيل السنن ويجوز الجمع بين اكثر من سنة. نعمل الاثنين بنية واحدة ولا مانع شرعا من هذا ان كان الانسان غير ميسور الحال، ولكن الافضل ان كان ميسور الحال تبقى العقيقة وحدها والاضحية وحدها، والله تعالى اعلى واعلم. نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم ممن يقولون فيفعلون ويستمعون فيتعظون ويعتبرون، اللهم امين. اشوف حضراتكم على خير.